سيكون معنا من كاليفورنيا دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. دكتور بعد التحية والتقدير أيا كان مسمى والخلفية السياسية التي مارستها هذه السيدة، الخبرة تقول أن الولايات المتحدة لا تقبل بأن تحكمها امرأة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، وخصوصا كمان بالنسبة للحزب الجمهوري. يعني هي كانت أول امرأة تكون حاكمة لولاية كارولينا الجنوبية ساوث كارولينا، وده كان برضو إنجاز كبير. ولكن في قراءتي لمشهد ترشحها والإعلان بشكل واضح لتجهيز الحملة القادمة، يبدو أنها ستحاول أن تساعد الرئيس ترامب وليست يعني من الخصوم المحتملين. يعني ماذا تقصد؟ ماذا تقصد دكتور أشرف؟ أقصد أنها ستكون يعني أداة مهمة لتقسيم الأصوات، وخصوصا أن في آخر استطلاعات ترامب وديسانتس حاكم فلوريدا يعني هما الاثنين حصلوا على 33 نقطة بينما هي حصلت على 1 نقطة، وكافة المرشحين من ولايات متعددة أو جمهوريين يختبرون فكرة أن يدخلوا في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري. يعني مايك بنس أقلهم حاكم ولاية ميرلاند، في أعضاء يعني جمهوريين زي مايك بومبيو برضو بيفكر بشكل جدي، ولكن نيكي هالي هي في الأساس تعتبر من المساندين للرئيس السابق دونالد ترامب. معنى ذلك أنك تقصد دكتور أشرف أنها أعلنت الترشح لغاية؟ لغاية تتفق وتتسق مع حملة ترامب ومع مساعدة استراتيجيته في مواجهة المنافسين المحتملين من داخل الحزب الجمهوري. وهل هذه القراءة يعني المرتبطة بها مطروحة داخل الحزب الجمهوري بأنها تأتي للمساندة؟ يعني القراءات الأولية بدأت تتحدث على أنها لها إنجاز سابق طبعا، وكانت لها طبعا مكان كدبلوماسية وعملت في الأمم المتحدة ممثلة الولايات المتحدة أيام طبعا الرئيس دونالد ترامب، ولكن يعني التقدير فيما سعت إليه لجمع تبرعات لم تزيد عن 16 مليون دولار، بينما ديسانتس استطاع أن يحقق 64 مليون دولار. ده تقييم بيحدد قوة المرشح رايح فين، لكن قراءة المشهد من الجمهوريين يعني لسه يعني لم يتحدث أحد على أنها ستكون مساندة لحملة ترامب بهذا الشكل، هو تقسيم الأصوات، ودي حاجة معروفة في الانتخابات. لكن دي قراءتي أنا شخصيا بعد محاولة فهم ماذا يحدث داخل الحزب الجمهوري، لأن احنا أمام حزب منقسم، وهي بدأت بالهجوم على الرئيس بايدن، ولكن يعني في تصوري أنها لا تملك من القوة كما يملك مثلا حاكم ولاية فلوريدا ديسانتس الذي يدخل بقوة كجيل جديد، ولكن يبدو أنها في هذه الحملة أو في هذا الإعلان تسير طبقا لموافقة من ترامب ومدعومة من الرئيس ترامب الرئيس السابق. طيب دكتور، أنت تحدثت أن الجمهوريين منقسمين أو أن الجمهوريين فعلا منقسمون حول غاية. ما هي الغاية؟ ما هو القياس الذي نستطيع أن نقيس بسببه هذا الانقسام؟ هل هو فقط هذه المشاهد الأولية بشأن اختيار رئيس مجلس النواب فقط؟ لا، هو مشاهد الانقسام مؤلمة للحزب الجمهوري، وده بسبب ان الجمهوريين نفسهم شافوا ان في التجديد النصفي لانتخابات مجلس النواب والشيوخ كل المرشحين الذي دعمهم الرئيس السابق دونالد ترامب يعني نالوا خسارة ولم ينالوا مكسبا في هذه الانتخابات. التقييم الاساسي بان ظلال الرئيس السابق ترامب يجب ان تغادر هذا الحزب والبحث عن جيل جديد يستطيع أن يجمع الحزب مرة أخرى، يعني من مكارثي لصعوبة انتخابه في مجلس النواب كرئيس لمجلس النواب، ده كان مؤشر. عندهم أجندات مختلفة لكل العناصر الفاعلة في الحزب الجمهوري، وده كله بسبب قوة الرئيس السابق دونالد ترامب الظاهرة بشكل كبير، وبالتالي الدفع
بحاكمة ولاية جنوب كالورينا الجنوبية السابقة وممثلة الأمم المتحدة الولايات المتحدة، وهي طبعا لها حاجات جديدة. يعني بمعنى إيه؟ هي أتت يعني الأبوين أتوا من البنجاب من الهند، هي طبعا تعتبر يعني ابنة لمهاجرين هنود، وجودها في العمل السياسي يخاطب برضو الملف الهندي المهم في مستقبل السياسات الأمريكية، ولكن يمكن الاستعانة بها في المستقبل كدبلوماسية أو لها دور في الحزب أو تعين في منصب، ولكن يبدو أن منصب الرئيس صعب بالنسبة لهالي، ولكن ممكن أن تكون نائبة للرئيس إذا ما فاز الحزب الجمهوري، ولكن في ظني أن الحزب الجمهوري من الضعف بمكان يستطيع أن ينافس الحزب الديمقراطي المتوحد والمترابط والذي يملك أجندة قوية، وخصوصا الآن أنه يظهر كصقور شرسة في التعامل مع الصين ومع روسيا في القضية الأوكرانية تحديدا، وهذا طبعا يلقى قبولا كبيرا من الشارع الأمريكي ومن المواطنين الأمريكيين. فأنا في ظني أنها يعني مرشحة ضعيفة، ولكن ستستخدم لتكسير الأصوات التي تحاول أن تهدد ترشيح الرئيس ترامب، ويبدو أن هذه الحملة من قبلها تمت بالتنسيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن الرئيس السابق دونالد ترامب يعني يتابع حملتها ويدفعها بقوة. الأيام كاشفة يا دكتور. الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقناة القاهرة الإخبارية، شكرا لك، إذ كنت معنا من كاليفورنيا.